انا حسن محمد حسن، انا مع المقوله اللي بتقول ان روسيا دمرت سوريا. النظام الروسي عموما هو اللي بيحط فكر عشان بعد امريكا عن المنطقه العربيه، فهم عايزين يرجعوا للمنطقه العربيه تاني، عايزين يرجعوا يحتلوا المنطقه العربيه. فبداوا بروسيا، هي اكتر دوله كان فيها مشاكل بشار مع الجيش مع الشعب، فهم دخلوا عن طريق الحته دي، وبدا ان هم يدعموا بشار بالاسلحه وكل ده عشان تبدا تبقى في مشاكل، عشان نرجع لفكره ان روسيا تخش تحل المشكله وتبدا تستقر جوه البلد. روسيا عايزه تعمل منظومه امنيه جديده اقليميه تبقى في الوطن العربي، وتبقى المقر بتاعها روسيا، تبدا من سوريا. وعايزه ان هي تملى الفراغ الاستراتيجي الموجود في الفراغ الاستراتيجي اللي سابته الحكومه الامريكيه او المنظمه الامريكيه في الوطن العربي. وهي عايزه روسيا تبدا تنعش الحركه الاقتصاديه، الحركه العسكريه في الوطن العربي تاني، وتبدا من سوريا وتبدا ان هي تتوسع من سوريا لباقي الدول العربيه، تبدا تتحرك لليبيا، لليمن، ترجع ممكن تدخل مصر، بس الموضوع صعب. بس هتحاول انها تعمل كل ده، تحاول انها تسيطر على المنطقه العربيه من تاني، يعني عايزه تتملك المنطقه العربيه. اخر كلامي، روسيا دمرت سوريا.